تحية لكم مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العربي الرياضي، نبدأها بالعناوين. أعين العالم تترقب كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الكامب نو يوم غد. وفي المغرب طقوس خاصة قبل الكلاسيكو لأكبر روابط العملاقين الإسبانيين في الوطن العربي. أيضا غدا لكن في إنجلترا مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد. وكالعادة في حلقة الليلة سيكون لنا جولة في آخر الأخبار الرياضية مع زميل ميشيل سعد، لكن للحديث عن مباريات الغد في إسبانيا وإنجلترا يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الكاتب والناقد الرياضي خلدون الشيخ. خلدون أهلا وسهلا بك. أهلا بك عزيزي أدوان، وأهلا بجميع مشاهدي العرب الرياضي. أهلا وسهلا بك خلدون. تترقب جماهير العالم يوم غد السبت كلاسيكو الأرض بين برشلونة وغريمه التاريخي ريال مدريد في قمة المرحلة 14 من الدوري الإسباني. المواجهة التي سيكون مسرحها ملعب الكامب نو ستحسم بشكل كبير ملامح الصراع على لقب الدوري هذا الموسم، علما بأن النادي الملكي يبتعد في الصدارة بفارق 6 نقاط. آخر أخبار واستعدادات قطبي الكرة الإسبانية في التقرير التالي. يرحل ريال مدريد إلى الكامب نو وهو يبتعد بالصدارة بفارق 6 نقاط، ويخطئ من يعتقد أن زين الدين زيدان سيلعب من أجل التعادل أو تفادي الخسارة، بل تراه يكون يخطط للإطاحة بالغريم التقليدي في عقر داره للاطمئنان قليلا على كرسيه الملكي سيدا لعرش الليغا قبل سفره إلى اليابان حيث ينتظره لقب كأس العالم للأندية. زيزو وكما جرت العادة منذ بداية الموسم لن يستطيع الاعتماد على كامل أوراقه بسبب معاناة بيل وموراتا من الإصابة، ورغم ذلك لا يتوقع أن يجد صعوبة في تجهيز خطة تنال من خصمه مثل ما فعل مع أتلتيكو مدريد من قبل. قد يظن البعض أن برشلونة بحاجة ماسة للانتصار لأنه يتواجد في المركز الثاني. بالنسبة لي الأمر مختلف، نحن بالصدارة ونسعى للابتعاد أكثر. الفوز على برشلونة في الكامب نو سيكون أمرا ممتعا حقا. على الجهة المقابلة يدرك لويس إنريكي أن أي نتيجة أخرى غير الانتصار قد تهدد حلمه في الاحتفاظ بلقب الليغا. لا أحد يستطيع أن ينكر القيمة الفنية للاعبي ريال مدريد. مباراة الغد ستكون خاصة لأننا نواجه غريمنا التقليدي على ملعب الكامب نو. لدينا حافز كبير لنلعب مباراة جيدة أمام منافس قوي ونحقق الانتصار في المباراة. مصحة برشلونة باتت شبه فارغة، ويحتمل أن يعود مهندس الوسط إنيستا لإدارة قطب كاتالونيا الذي عانى الأمرين في مواعيده الأخيرة، ويعول على الكلاسيكو لكي يعود إلى ترويع منافسيه بالاعتماد دائما على ثالوثه الهجومي القادر لوحده على خلط أوراق أي منافس حتى لو كان يجلس على بنكه الأسطورة زيدان. خلدون، يعني بالتأكيد ليس فقط يعني مباراة كلاسيكو، ولكن يعني الفائز يعني سيعيد الأمان لنفسه في بطولة الدوري. ريال مدريد إن فاز 9 نقاط الفارق سيكون، برشلونة إن فاز 3 نقاط الأمور تعود إلى ما كانت عليه. في الواقع هو برشلونة الذي يرزع تحت الضغط الكبير لأنه عليه أو مطالب جدا بأن يفوز، ليس فقط لأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره، ولكن أيضا لأنه فعلا الخسارة ستبعد أو ستبعده عن الريال بفارق 9 نقاط، و9 نقاط ليست مثل الدوري الإنجليزي أو غيره. نعم. في الدوري الأسباني 9 نقاط انتهى الدوري، لأنه حتى لما يكون الفارق 4 نقاط من الصعب أن تجد الريال أو برشلونة أين سيهدر النقاط أمام الفرق الأخرى، حتى إن كان أمام أتلتيكو مدريد أو إشبيلية. ولكن 9 نقاط أنا أعتقد أنه برشلونة سيخفق في يعني تعزيز الألقاب الستة التي أحرزها في المواسم الثمانية الأخيرة، وسيعطي فرصة للريال أن يحرز اللقب الأول الغائب عليه منذ 2012. هل تعتقد أن الضغوطات يعني الموجهة على برشلونة بحكم يعني النتائج السيئة في المباراة الأخيرة قد تدفعهم لكي يقدموا أفضل ما عندهم في هذا اللقاء؟ يعني في الواقع الظروف مشابهة بعض الشيء، يعني كلا الفريقين تعرض بعض نجومها لإصابات، أن يستغاب عن برشلونة وقتا طويلا، حتى أن البعض يقول أن سبب إخفاق أو عدم
لعب برشلونة كالمعتاد هو غياب أنيستا. يعني برشلونة في آخر 7 مباريات فاز 3 وتعادل في 3 وخسر 1. هذا ليس برشلونة الذي نعرفه، لكن اليوم سيعود أو غدا سيعود أنيستا. في المقابل سنجد الريال يغيب عنه طبعا جاريث بيل، وهو أهم يعني مكون من الثلاثي الهجومي، وأيضا سيغيب توني كروس، وأيضا في المقابل سيعود كازيميرو الذي كان يعتمد عليه جدا زيدان. ولكن دعني أقول شيء مهم جدا عزيزي عدوان، أنه الذي يفرق بين الفريقين هو المدرب. أنا فعلا من أكبر متفاجئين بزيدان كمدرب، لأنه شككت به عندما عينه ريال مدريد. الكثير شككوا به صراحة، يعني يعني بحكم قلة خبرته التدريبية. فعلا تفاجأت بقدرته على، يعني أكثر ما أعطاه للريال هو الانضباط، انضباط اللاعبين. اللاعبون هؤلاء هم دائما من نوع الثائرين. نعم. إذا لم يعجبهم شيء، لم يعجبهم المدرب، فصوتهم سيعلى. ولكن مع زيدان كل شيء هادئ رزين، وهو كمان طريقته دائما تلاقيه هادئ ورزين. أيضا هو يحصل على الاحترام بحكم أنه أسطورة يعني من أساطير كلاعب، ولكن كمدرب هو يحظى بهذا الشيء مثل ما حظى به عندما كان لاعبا. بالتأكيد، يعني مباراة كبيرة جدا مشاهدين الأعزاء، فيعني نشاهد بعض الحقائق لمباراة الغد، كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد. 650 مليون مشاهد حول العالم سيتابعون الكلاسيكو عبر التلفزيون، 250 قناة تلفزيونية ستبث المباراة حول العالم، 600 كاميرا ستنقل الحدث من أرض الملعب. أيضا يعني بالتأكيد هناك أرقام تتعلق باللاعبين. ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 21 هدفا، لكن ميسي لم يسجل في مرمى ريال مدريد في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات. على الجانب الآخر، كريستيانو رونالدو سجل 16 هدفا في مرمى برشلونة منذ انضمامه للنادي الملكي. رونالدو أيضا سجل 10 أهداف في مرمى برشلونة على ملعب الكامب نو. ألفريدو دي ستيفانو فقط هو من سجل أكثر من رونالدو في مرمى برشلونة برصيد 18 هدفا. ريال مدريد تلقى 11 بطاقة حمراء في آخر 26 مباراة ضد برشلونة. سيرجيو راموس حصل على 4 بطاقات حمراء في كلاسيكو إسبانيا. يعني خلدون، يعني أرقام وحقائق، 650 مليون متابع حول العالم، يعني 650 وفردين، لأنه إحنا كمان راح نكون شيء مخيف جدا فعلا. يعني حتى في كل مكان، حتى لو كنت تكره الكرة الإسبانية، تكره الدوري الإسباني، عليك أن تشاهد هذه المباراة. يعني هي مباراة أعتقد بالعصر الحديث كرة القدم هي اللي تسمى دار بالأرض أو كلاسيكو الأرض. أنه يجب على العالم كله أن يشاهدها، وسنجد للمفارقة أن العالم كله مقسوم. حتى لو كنا من عشاق الكرة الإنجليزية، ستجد أنا أشجع مانشستر سيتي مثلا وريال مدريد، أو أشجع ليفربول و برشلونة، وهكذا. يجب أن يكون برشلونة وريال مدريد طرفا في الإعجاب و يعني بالتشجيع من كل عشاق كرة القدم. توقعاتك لقمة الغد؟ يعني علي أن أقول تعادل، لكن أرى فعلا حقيقة لو فاز الريال، لأن الريال بيحقق نتائج دائما جيدة في ملعب نو كامب، لو فعلا أخفق برشلونة مثل ما قلت في تحقيق الفوز، سيكون الدوري منتهي، ولكن أتوقع تعادل. بالتأكيد، يعني مباراة قمة جميعنا في انتظارها. الآن مشاهدين الجولة في أهم الأخبار الرياضية مع الزميل ميشيل سعد. إليك ميشيل. شكرا عدوان، أهلا بكم في هذه الجولة الرياضية التي نبدأها بأخبار كرة القدم العالمية، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اختيار ثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالإضافة إلى أنطونيو غريزمان في القائمة المختصرة والنهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي. هذا ويتم اختيار الفائز بناء على تصويت قادة ومدربي المنتخبات من جميع قارات العالم على أن يعلن اسم اللاعب الفائز يوم 9 من شهر يناير كانون الثاني من العام القادم. تنطلق يوم غد مباريات الجولة 14 من البريمير ليج ب7 مباريات، أبرزها قمة تجمع المتصدر تشيلسي بمضيف مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث على ملعب الاتحاد. وفي بقية المباريات يواجه أرسنال اختبارا صعبا خارج دياره أمام ويست هام يونايتد، بينما يواجه توتنهام ضيفه سوانزي على ملعب وايت هارت لين.
ومن إنجلترا إلى ألمانيا، حيث يتطلع نادي ريد بول لايبزيغ للحفاظ على صدارة الدوري الألماني عندما يستقبل ضيفه شالكة في أقوى مباريات المرحلة 13 من البوندسليغا. ونجح لايبزيغ بتحقيق 7 انتصارات متتالية جعلته يحتل المركز الأول متقدما بفرق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي بايرن ميونخ. وفي بقية مباريات الغد يواجه بوروسيا دورتموند ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما يلتقي فولسبورغ مع هيرتا برلين. عربيا، يخوض الزمالك مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد محمد حلمي يوم غد عندما يلتقي مع نادي الداخلية، وذلك ضمن المرحلة 13 من الدوري المصري لكرة القدم. وكان الزمالك قد أقل مدربه مؤمن سليمان بعد تعادل الفريق الأخير أمام وادي دجلة بهدف لمثله في الجولة الماضية، ويحتل الزمالك المركز 7 على لائحة الترتيب متأخرا بفرق 14 نقطة عن المتصدر الأهلي، لكن مع وجود 4 مباريات مؤجلة للزمالك. حقق السد فوزا صعبا على ضيف سيليا بهدف نظيف ضمن المرحلة 8 من دوري نجوم قطر. هدف السد الوحيد حمل توقيع المخضرم تشافي هرنانديز عند الدقيقة 51 من الشوط الثاني، وبهذا الفوز ارتقى السد إلى المركز الثالث ب21 نقطة، بينما تجمد رصيد سيليا عند النقطة 6 في المركز 12. في خبر شكل صدمة لكل محبي الفورمولا 1، أعلن بطل العالم الألماني نيكو روزبرغ اعتزاله السباقات بعد 5 أيام فقط من تتويجه ببطولة العالم في الفورمولا 1 للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية. وقال روزبرغ في بيان له على صفحته على فيسبوك أنه قد اتخذ قرار الاعتزال بشكل نهائي يوم الاثنين الماضي، وأنه يريد تكريس المزيد من الوقت لعائلته. نهاية الجولة الرياضية، عودة إليك عدوان. شكرا لك ميشيل خلدون. يعني خبر اعتزال نيكو روزبرغ السباقات تماما يعني غريب جدا ومفاجئ، يعني صادم جدا. اعتقد انه شعر انه كان محظوظا بانه احرز بطوله العالم للمره. هو لا تنسى انه في 31 من عمره كرر انجاز والده، وهذا لم يفعله الا سوى 2 من قبله. اعتقد انه هذا كان شيء ايجابي. اعتقد انه لن يعني هو اعتقد بنفسه انه لن يفعل اكثر مما فعله هذا الموسم، وبالتالي عليه ان يعني يرحل وهو في القمه. وهذا الاعتزال في القمه يعني امر يفعله الكثير من الرياضيين. نعم. الآن مشاهدينا نذهب بعد الفاصل في العربي الرياضي. في إنجلترا، مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد. أهلا بكم من جديد. نبقى مع أجواء الكلاسيكو، حيث تشهد مختلف المدن المغربية استعدادات خاصة من قبل رابطتي العملاقين برشلونة وريال مدريد مع اقتراب موعد المباراة. ويعود هذا الاهتمام الكبير بالكلاسيكو للقرب الجغرافي للمغرب مع إسبانيا والاحتراف المبكر منذ عقود لمجموعة من اللاعبين المغاربة في الدوري الإسباني. أجواء هذه الاستعدادات في تقرير الزميل محمد غملوش. مئات الملايين ينتظرون كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد. العالم العربي على غرار سائر دول المعمورة سيتسمر أمام شاشات التلفاز منتظرا قمة قطبي كرة الإسبانية والأوروبية. إلا أن للمغرب وضعا متميزا، فهناك الرابطة الأكبر لكلا الفريقين في العالم العربي. اجتماع في كل مقابلة ديال ريال مدريد وكلاسيكو بطبيعة الحال واحد المقابلة اللي ماشي بحال المقابلات الاخرين. كنحاولوا نستعدوا ليه بحال اللي كيستعدوا هما اللعابه، كيستعدوا باش يلعبوا، وحنايا لي فان كنستعدوا باش نفرحوا معاهم وباش نتبعوهم. علم الريال يرتفع من هنا، تقابله جدران كتالونيه ومقاعد زينت بشعار برشلونه من هناك. متطلبات الجلسه الكرويه الاكثر اثاره صارت جاهزه، وما تبقى هو صافرة الحكم وعيون المغاربة الطواقة لمتابعة الكلاسيكو. احنا تستعدوا لجميع المقابلات بحال بحال، غير هي الكلاسيكو ديما تكون مقابلة بطعم خاص، وتتبغي لا ريال مدريد ولا اف سي بارسلون خصهم يفوزوا في هذه المقابلة، واخا فريق تيكون ناقص على الاخر تتبغي الفريق ديالك يربح. المعركة الكروية التي ينتظرها عشاق الفريقين في المغرب من عام لآخر
تعقد عليها آمال من محبي الفريق الملكية والفريق الكتالونية، فأيما كان الفائز تبقى رابطة المشجعين في المغرب خير دليل على أن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة. خلدون، يعني اهتمام كبير بكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الوطن العربي وخاصة في المغرب. يعني لو تذهب إلى أي مكان آخر في الوطن العربي، إن كان الأردن أو الخليج أو أبو ظبي أو حتى مصر أو أي مكان، ستجد نفس هذه المقاهي تزين بأعلام وشعارات ريال مدريد وبرشلونة وتستعد لهذا اليوم، خصوصا أنه موعد المباراة عادة في السابق كانت دائما تكون في موعد متأخر جدا. نعم. ويكون ما بعد منتصف الليل في توقيت وطننا العربي، ولكن الآن هي في وقت مناسب جدا. ما هو سبب هذا التغيير؟ يعني لا، يعني لم نشاهد أن يكون الكلاسيكو في مثل هذا التوقيت تقريبا. هو ليتلائم مع العقلية التسويقية الجديدة للاتحاد الأسباني في محاولة لاستقطاب أعداد كبيرة من شرق آسيا لعشق الكرة الإسبانية، وليس هناك أكبر من الريال وبرشلونة أن تبدأ وتغير العقلية أو الموعد المناسب. طبعا هذا مواعيد كثيرة أغضبت الأسبان أنفسهم. نعم. ولكن الاتحاد الإسباني بدأ يفكر خارج الصندوق وخارج نطاق الحدود الأسبانية إلى العالم كله. على فكرة في نقطة مهمة جدا بعشق الكلاسيكو، أن خلال حتى حروب البلاد التي تستعرها الحروب مثل في سوريا، كانوا المحاربون يتوقفون فقط في حروبهم فقط مشاهدة الكلاسيكو. نعم. يعني تجد هناك هذا معه هذا في الوطن العربي، يعني هناك هوس في السنوات العشر الأخيرة بريال مدريد وببرشلونة، يعني بحثا عن بطل. يعني احنا لا نملك حقيقة يعني ما نفخر به في العالم، والريال وبرشلونة طبعا يعني تبنونا، او نحن اضطررنا او غصبنا نفسهم علينا انه هذا نادي انا. نعم. وهو فائز ودائما يحقق الالقاب، فاصبحت خصوصا مع قدوم ميسي ورونالدو في وقت محدد ما بعد 2009 وايضا غوارديولا ومورينيو، هذه صنعت فعلا الخلطة السحرية التي جعلت من الكلاسيكو الافضل في العالم. نعم. بالحديث عن مورينيو نذهب إلى إنجلترا في قمة كروية أخرى، يحل تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا على ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي في افتتاحية الجولة 14 من البريمير ليج، ويسعى كونتي للتغلب على غوارديولا للابتعاد في صدارة الترتيب، مهمة لن تكون سهلة خاصة وأن الفريق اللندني لم يتمكن من الفوز في ملعب الاتحاد منذ عام 2014. المزيد في التقرير التالي. صراع صدارة البريمير ليج سيكون على أشده يوم غد بقمة غير اعتيادية وبنكهة إسبانية إيطالية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد. نقطة واحدة تفصل بين تشيلسي المتصدر ومضيفي السيتي الذي يحتل المركز الثالث، لكن الفوارق على أرضية الملعب لن تكون كبيرة بين فريقين يعشقان الاستحواذ وكرة القدم الهجومية. السيتي لم يقنع في الفترة الماضية وحقق انتصارين بشق الأنفس على بيرنلي وكريستال بالاس في الجولتين الماضيتين. المدرب بيبي غوارديولا قد يعيد ثلاثي دي بروين وستونز ودافيد سيلفا إلى التشكيلة الأساسية بعد وضعهم على دكة البدلاء في المباراة الماضية مع تثبيت السوبر سيرخيو أغويرو مهاجماً واحداً. عندما نمتلك الكرة علينا أن نصنع أكبر عدد ممكن من الفرص وننجح بالتسجيل. تشيلسي فريق منظم دفاعيا، لقد تلقوا هدفا واحدا فقط في آخر 7 مباريات، أتوقع مباراة صعبة على كلا الطرفين. على الطرف الآخر، نقطة التحول في موسم تشيلسي كانت في الاستقرار على الرسم التكتيكي 3-4-3. كتيبة المدرب أنطونيو كونتي أقنعت وأمتعت بسبعة انتصارات متتالية جعلت الفريق على هرم البريمير ليج. تشيلسي لا يعاني من أي غيابات تذكر ويبحث عن انتصار هو الأول له في ملعب الاتحاد منذ عام 2014. غدا هو الامتحان الأصعب لفريقنا بطريقة اللعب التي نطبقها منذ فترة. مانشستر سيتي فريق منظم ويلعب كرة قدم جميلة، لكن لدينا الرغبة أن نظهر للعالم أننا قد تطورنا كفريق وقادرون على المنافسة هذا الموسم. بين تيكي تاكا غوارديولا واندفاع كونتي، نجاعة سيرخيو أغويرو ورغبة دييغو كوستا بمعانقة الشباك،
ستحسم موقعة تشيلسي ومانشستر سيتي على جزئيات صغيرة، والفائز قد يقبض على صدارة البريمير ليج ويبعد الآخر عنها. خلدون، أيضا مباراة قمة أخرى في إنجلترا، ولكن هذه المرة على صدارة البريمير ليج. نعم الصدارة، وأيضا هناك ليفربول ينتظر تعادل فريقين حقيقة، تعادل السيتي وتشيلسي. ولكن يعني هذه المباراة تقودنا إلى التفكير كيف كان الحال في البداية وكيف يتغير الحال بسرعة. يعني بعد مرور 5 أو 6 جولات كان الجميع يجزم أن هذا اللقب سيكون لمانشستر سيتي. طريقة لعب رائعة، أسلوب جميل، متألقون في الملعب. ولكن فجأة عندما بدأ السيتي مبارياته في دوري الأبطال وتشيلسي غير طريقته وبدأ يحقق الانتصارات بعروض فعلا فذة ورائعة وحقق 7 انتصارات، انقلب الحال وبدأ الجميع يقول اللقب لن يخرج على عن تشيلسي. أعتقد أن تشيلسي وليفربول فعلا لديهم أفضلية في أنهما لا يلعبان في دوري أبطال أوروبا أو أي مسابقة أوروبية، وفعلا رأينا بدأ الإنهاك، التعب، هبوط مستوى في لاعبي السيتي في الجولات الأخيرة، خصوصا أنه اصطدم مع برشلونة مرتين. لكن الطريق يعني لا يزال طويل جدا جدا، يعني هناك عدة أشهر متبقية في البريمير ليج، وبالتأكيد يعني أي شيء ممكن يتغير. ليفربول يعود القمة، تشيلسي ينخفض مستواه، نفس الشيء عن سيتي وعن أرسنال. بالضبط، وهذا ما كنا نقوله أنه على عكس الدوري الأسباني لا يمكن أن نجزم أنه مثلا السيتي سيفوز على بنلي، قد يخرج بتعادل أو حتى يخسر. ولهذا هناك الفرق الصغيرة في إنجلترا قادرة على خطف نقاط من عمالقة الدوري الإنجليزي، ولكن فعلا هي مباراة قمة كبيرة. أعتقد السيتي سيحاول، خصوصا أنه يلعب على أرضها، أن يكسر هيمنة، لأنه فعلا تشيلسي منذ غير طريقة لعبه 3-4-3 سيطرة بشكل كبير. نعم، وغوارديولا يقول هناك السر علي أن أكتشفه عند كونتي، وهو طبعا معروف أنه الخطة، ولكن في شيء أكثر من الخطة، وهذا ما سنراه غدا. أكيد يوم كروي حافل يعني سوف نتابعه غدا. خلدون، في النهاية شكرا على وجودك معنا، كنا سعداء كالعادة. أنا دائما سعيد أن أكون معكم، وشكرا لك. شكرا لك خلدون. وشكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، انتظرونا غدا في لقاء خاص مع نجم نادي العين ومنتخب الإمارات السابق معتز عبد الله. إلى اللقاء.